خيبة أمل جديدة يعيشها الشارع الليبي بعد تعثر المحادثات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي بشأن أزمة البنك المركزي. البعثة عبرت في بيان أصدرته عن أسفها لعدم توصل الأطراف المجتمعة لاتفاق نهائي، مذكرة تلك الأطراف بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على حياة الليبيين بحسب وصفها. الليبيين تعودوا على خيبة الأمل و اضمحلال التطلعات نحو مستقبل أفضل من هذه الأجسام الغير شرعية وهذه الأجسام منتهية الولاية كمجلس النواب أو مجلس الدولة، لكن كان الأمل في أن تكون هناك وفاق ولو ضمني من أجل استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد فقط. يعني استمرار الخلاف وغياب الحلول حول أزمة البنك المركزي يعني مزيدا من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية بحسب مراقبين، وهو ما يشي بمزيد من الضغط التي قد تمارسه البعثة الأممية للوصول لاتفاق. أعتقد أن البعثة سوف تضغط في اتجاه المباحثات أخرى في هذا الأمر والمفاوضات، وأعتقد أن هي سوف تصل إلى حل في الأخير بكل، ولكن عملية استلام المحافظة الجديد على الأرض خصوصا بعد تم في صراع بين طرفين، هذه مسألة تعتبر اليوم صعبة. شنو الترتيبات اللي يتم البعثة بحيث يستلم المحافظ الجديد يستلم مصرفه ولا يتم التعدي عليه؟ ومنذ أزمة قرار تغيير محافظ البنك المركزي الليبي أواخر الشهر الماضي، تعيش ليبيا أزمة اقتصادية متفاقمة، خاصة مع استمرار إغلاق حقول النفط. إلى طريق المسدود انتهت جولة اجتماعات أزمة المصرف المركزية برعاية الأمم المتحدة ومشاركة الأطراف الليبية المتنازعة، واقع يزيد من مخاوف الليبيين من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. فرج حمزة، الحرة، بنغازي.